بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتور أفت نجا، أنا أستاذ جراحة الأوعية الدموية والقدم السكري وتوسيع الشرايين بالقسطرة في كلية طب اسكندرية. وكلام ده هو بقاله يعني من زمان، وبقالنا 10 سنين أنا مع كل معظم أعضاء هيئة التدريس في كلية الطب عملنا مستشفى خاص للأوعية الدموية. الأوعية الدموية إيه يعني؟ هو الحقيقة من بعد ما أنا أخذت الدكتوراه سنة 81 من فرنسا قررت ما أعملش جراحة عامة وأشتغل جراحة الأوعية الدموية اللي هي انسداد الشرايين، جلطة الشرايين، الدوالي، تواندد الشرايين، زرع توسيع الشرايين بالقسطرة، زرع الدعامات، زرع الشرايين الصناعية، القدم السكري، البتر، الحوادث، كل الحاجات ديت. الحقيقة دي من الحاجات اللي كانت ناقصة تخصص هنا في مصر عموما. وكلية طب اسكندرية قسم جراحة الأوعية الدموية يعتبر من أول الأقسام كليات الطب في مصر، يتخصص قسم وحدة قائمة بذاتها لعلاج أمراض الأوعية الدموية. وأنا يعني ليا فخر إن أنا أكون واحد من هذا الفريق، ولدرجة إن أثناء رئاسي لقسم جراحة الأوعية الدموية سنة 2006 أنشأنا لأول مرة في مصر بموافقة المجلس الأعلى للجامعات درجة جراحة الأوعية الدموية. المهم الجراحة ديت يعني أصبحت دلوقتي معروفة وأصبحت متقدمة ولها فروع كتير. فمن أكثر من 7-8 سنين أنا وأعضاء هيئة التدريس في كلية الطب إسكندرية مع تلامذتنا وزملائنا اللي بيشتغلوا في وزارة الصحة والتأمين الصحي عملنا مستشفى خاص اسمها مستشفى الإسكندرية للأوعية الدموية والقدم السكري. المستشفى دي دلوقتي فيها أكثر من 80 سرير، 4 أوض عمليات، فيها 18 تخصص مساعد زي أمراض السمنة والسكر والضغط وأمراض القلب والعلاج الطبيعي والتمدد الليمفاوي، أمراض الدم والأمراض العصبية وأمراض الذكورة، إلى جانب الجراحات اللي احنا بنعملها للأوعية الدموية. الأعضاء الفريق الطبي أكتر من 50 أو 52 شخص في كلية الطب في هذه المستشفى، وكلهم يعني مع التدرج الوظيفي متخصصين في الأوعية الدموية. اللي أنا بفتخر بيه إن التخصص ده أصبح معروف لدى العامة، ويسبقه إن كل الفريق اللي بيشتغل في المستشفى دي على دراية كافية بعلاج الأوعية الدموية. الفريق ده كل سنتين بيغذى بصغار الدكاترة، وعندنا 4 مراحل مختلفة من الأعمار والتخصص والشهادات المختلفة، وبعضهم من عندنا حضر رسائل الدكتوراه وماجستير وبقوا أعضاء هيئة التربية في بعض الكليات. نشاط المستشفى بتاعتنا إلى جانب إن هو علاج أمراض الأوعية الدموية، بس إحنا عندنا نشاط بيئي مهم جدا. إحنا بنعمل جلسات تدريب وتثقيف العامة بمضاعفات الشرايين ومضاعفات مرض السكر على القدم السكري. القدم السكري ده يعني من المشاكل الكبيرة قوي في مصر، وسببه غالبا بيكون عدم دراية الناس بالمحافظة على مشاكل السكر عموما، وخاصة في الوقاية من المشاكل الكبيرة اللي بتحصل في القدم وممكن توصل يعني في بعض الأحيان للبتر. فإحنا بنعمل جلسات في النوادي والمجتمعات المختلفة لزيادة الأويرنس، يعني إدراك الناس بالمقاومة والمحافظة والوقاية من مضاعفات القدم السكري. وده نشاط أنا بعتبره يعني خدمة واجب علينا نخدمها لمجتمعنا، لأنه بينقصوا الوعي الصحي في الحاجات في الأمور التخصصية بالشكل ده. أنا بناشد يعني المراكز الطبية المختلفة إنها
تنضم لنا وتساعدنا، واحنا كلنا نقدر نخدم العيانين بتوعنا، مش بس نسيبهم لمرحلة العلاج، لا، نلحق قبل العلاج مرحلة الوقاية من الأمراض اللي ممكن تؤدي إلى مشاكل كبيرة مادية ومعنوية وبيئية واجتماعية. ده بالنسبة لأمراض مضاعفات القدم السكري. أما بقية الأمراض التانية زي الدوالي والزياد الشرايين، إحنا الحقيقة في مستشفى العيادة الدموية بنساير كل التقنيات الحديثة في العالم وبنجيبها عندنا ونستعملها، بنمرن وندرب صغار الدكاترة عليها لتقديم خدمة علاجية مضمونة وحديثة بأسعار في متناول الجميع في كافة البجدات، زي العلاج الدوالي بالليزر، علاج الدوالي بالحقن، التشخيص المبكر لضيق الشرايين المختلفة في الجسم، مش القلب طبعا، الشرايين الطرفية، الرايحة المخ والرايحة الأطراف، للوقاية من انسداد الأوعية النفاوية والبلاطات الوريدية والقرح الوريدية. فكل الحاجات دي حاجات جديدة ما بتكلفناش إلا إن احنا ندرب ونستحضر التقنيات الجديدة وندرب الكوادر الطبية، ودي أعتقد من الحاجات اللي أنا دلوقتي مهتم بيها جدا جدا للنهوض بمستوى العلمي ومستوى العملي للصغار الدكاترة أو الدكاترة المبتدئين. شكرا، وإن شاء الله نكون على المستوى اللي ربنا يرضى عنا فيه تقديم خدمة طبية على مستوى كويس لأهلنا في كل مصر إن شاء الله.